اتلم رياضي عندهم مليون سكور، بعد شوي كوتش فرمان راح يفوت ويعمل سكور على قد عنده سكوريه. ف سكور احمد كان يعني بتعرف شو ما شايفهم عم يلعبوا بعد البراكتس او قبل البراكتس. لا انا ماني شايفه، انت بتخبر، انت لاعب رياضي ما اسمه شيء والله. فريق رياضي هو اتس جريت تيم، وخاصه على ملعبه. بغض النظر عن خسروا ولا ما خسروا، فريق هو يعني انا لعبت معهم، يعني I know what the mentality is. They want to win every game. We have to go in there. We have to fight. We have to يعني do our best. We have to focus. من اليوم يمكن عندنا شيء 50 turnover. ما فينا نعمل هالشيء ضد الرياضي. We have to be focused. وإن شاء الله الله بيوفقنا. We'll have a chance. بالتجرد يعني I think رياضي should make some changes. يكفوا. هذا رأيي أنا. على صعيد الأجانب يعني. إيه. لأنه ما بيقدروا يغيروا الأجانب. لا إيه. بعتقد بدهم شوية رجلاجات بموضوع الأجانب. هلا أنا نصيحتي يمكن تقيلة، بس أنا هيك بشوف على اللونج ران، عرفت، بتصور they should be better equipped بلعيبة أجانب لا يقدروا يرجعوا يستعيدوا اللعب. لأنه يعني استقدموا دومينيك لاعب جديد. إيه. هلا انتبه، لعب جيم واحد بس he's a very good player، بس بعتقد بغير مراكز. أنا هذا رأيي بتواضع يعني. أنت قصدك أوباك با ولا مارك لاينز؟ بالمطرحين يمكن. انتبه أنا بالنسبة لي مارك لاينز لاعب كثير منيح، بس بالماتش أبس مع بعض الفرق I think they will need يعني stronger. إذا بده يفكروا لبعيد عم تحكيه وبده يفكروا لبعيد. إيه وراجعت وائل، يعني عائل كان هاند وائل كان هاند ذا بوزيشن 1. يعني هلا انتبه، انا بحترم رايي. لا عم نحكي رايي، هذا تحليل. احمد فران هو التكنيكال دايركتور، بكره رح يكون ضيف انسايد جيم. على سلامته، عن جد عم يعمل شغل كثير كبير. نحن الكوتشيه دائما بس نخسر جيم بعيروك انه خلص انتهيت. فالكريتيك اللي طلعوا على احمد فران عن جد منهم بمحلهم. مشوا لما ربح بطوله لبنان وبطوله اسيا 100%، وانا ايم ا بيج فان له، يقول له اياها من زمان. سو عم يعمل كثير منيح، وهالكوتشيه كلهم اللبنانيه they are doing a great job.